اهلا. واضح انا نانسي زيدان. هو الموضوع في الاول ما كانش في شخصيات خالص، كان ميك اب عادي، ان انا بعمل زي توتوريال كده صغيره على الابلكيشن بتاع تيك توك. وبعد كده حبيت ان انا اعمل بقى شخصيات، يعني مش عارفه، حسيت ان انا عايزه اعمل حاجه مختلفه يعني، فابتديت بقى من شخصيات ديزني. هي دي اول حاجه انا عملتها. كنت في الاول بشتغل شغل اداري وسكرتاريه وكده جنب شغل الميك اب اللي هو العادي، وبس بعد كده بقى خلاص لا اتفرغت له بقى ان انا ابقى ميك اب ارتست. يعني المعلمين بيتوشوشوا، بتقول له ايه يا معلم رياض؟ ابدا ابدا. كان موهبه وبعلم نفسي بنفسي لحد من قريب تقريبا، يعني من كام سنه كده بدات اخد كورسز اونلاين وعلى قد بس على طول، يعني على طول ان انا بحاول ان انا اتعلم اي حاجه بقى قدامي يعني، وبجرب كتير. الوقت باخد 3 ساعات. اكتر وقت بقى اما بتبقى الشخصيه مثلا محتاجه تفاصيل وان انا اقعد اصور وشعر مثلا وحاجات مختلفه بتوصل ساعات 6 7 ساعات يعني. تقريبا 7 حاجه كده لحد الصبح يعني، لان انا يومها برضو صورت 3 مشاهد مختلفه من 3 افلام، فالموضوع طول معايا لحد الصبح. هو اشتمى منه فيه؟ اهدي، انا هرجع بلدني رجب. يمكن حزلقوم، لان حزلقوم وشه اللي هو واحد عامل كده 24 ساعه، ولا هو غلس ولا هو كده، فهو ده اللي كان صعبة شوية. لا هو الصوت، لا ما بعرفش اقلد اصوات يعني، بس انا ما بعوز اعمل شخصية بقعد اذاكرها شوية وبقعد قبليها بفترة كده ادقق شوية في الحركات او المشهد اللي انا عايز اعمله يبقى عامل ازاي. الحركات ماشي، لكن الصوت لسه. فاهمي وضع كتير يعني كتير، حتى اخر حاجه عمرو وهبه و نجمه الجماهير ناديه الجندي، يعني اما شافت الفيديو كده وكتبت كومنت وشيرته عندها، ف لا في الحمد لله يعني. اوعي الكورونا تخليكي تعملي ان بلوك او ترجعي للاكس بتاعك اللي كان مطلع عينك عشان يحل. نفسي بقى الموضوع يتطور شويه وادخل بقى في حته الميك اب السينمائي بقى، وندخل بقى افلام كده واحاول اطور نفسي اكتر بس في السبيشال افكت عموما، يعني علشان يبقى في مجال تاني، ما يبقاش على قد ان انا بقعد بعمل فيديوز كاركترات وبس. انك تتاهل يعني تتجوز. اتجوز؟ طب دي مين البهيمه الحماره اللي شكرا. واضح.